السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفه جديده وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعض الكونفيتير ديال البرتقال والخيزو، كيجي لذيذ. نتمنى ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. هنايا عندي طرو عصير ديال البرتقال، هنا خديت الا كان عندكم خيزو كبير كتحكوا زوج، الا كان عندكم صغير، انا هنا كانت عندي صغيره درت حكيت ثلاثه نتاع الخيزويات. الا كان القلب ديالها احمر كما الخيزو اللي كانت عندي كتحكوه بالقلب ديالها، الا كان القلب ديالها اخضر كتزولوا القلب ديالها عاد كتحكوها. هنايا عندي عصير حامضه، وهنا عندي السكر ديال القلب. اللي ما عندهاش السكر تاع القلب تقدر دير سكر سنيده، كيبقى على حساب الحلاوه. بسم الله، كندير هاد العصير فواحد طنجره او كوكوت بهذا الشكل، كنزيد عصير الحامض، كنزيد هاد خيزو حتى هي، صافي. غادي نضيف السكر على حساب الحلاوه، كنديروه فوق العافيه حتى كيغلي السكر. بسم الله، انا غادي نضيف السكر ونذوق ونشوف على حساب الحلاوه. ندير على هاد السعر باش كيساعدوكو. صافي، نديرو فوق العافيه حتى كيغلي. اللي بدا يغلي كيدير واحد الرغوه، كنزولو هاديك الرغوه لحقاش هي اللي كتفسد الكونفيتور ديالنا وما كتخليش يصبر معنا. صافي، كنقصو عليه العافيه عفوا وكنبقاو نحركو فيه مره حتى يعقد لينا الكونفيتور. هنا ها هو الكونفيتور ديالنا كيغلي كما شفتوا. هذا الرغوه اللي كيديرها من الفوق انا كلها غادي نزولها. صافي، نقص عليه العافيه ونخليه يطيب حتى يعقد، ونبقى مره نحرك فيه. ها هو الكونفيتور ديالنا بعد ما وجد، انا درته في قريعات معقمين وعمرتهم وقلبته على فمو كما كتشوفوا معايا. صافي، غادي نخليه 8 ديال 12 تاع الساعه او يبات ليله كامله. انا غادي نخليه يبات ليله كامله بعد ما فات 12 ساعه على الكونفيتور ديالنا. انا غادي نحلو حداكم، انتما سمعتوا، ها هو الكونفيتور ديالنا. غادي نحط تشوفوا كي كيكون كيجي عاقد بهذا الشكل. نتمنى ان شاء الله تجربوها. كما شفتوا كيجي داير بحال ديال المشماش، ما كتقولوش ديال البرتقال وخيزو. انايا الطريقه اللي كنعرف بها الكونفيتور وجد كما شفتوا معايا في الفيديو في الاول، كيدير ديك الرغوه كنزولوها من بعد كنخليوه يطيب وحنايا كنبقاو نحركو فيه، وفي الاخر كيرجع يدير هذيك الرغوه من جديد. انايا تما كنعرف الكونفيتور باللي وجد، كناخذ واحد المعلقه كبيره كندي واحد شويه من داك الكونفيتور وكنديرو في الثلاجه لمده ديال 5 دقائق. الا شدو شد فراسو صافي، يعني الكونفيتير راه وجد. الا شتو باقي شويه جاري ولا خفيف كنخليه حتى يزيد، ولكن انا بديك الكشكوشه اللي كيخرج في التالي كنعرف بلي الكونفيتير ديالي راه واجد 100%. نتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوه، والى وصفات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.